لا تزال هذه المساحة الخضراء الواقعة بحي الحمايد بمدينة بوسعدة تنتظر اهتماما من السلطات المحلية بهيكلتها كفضاء أخضر للمواطنين أو حديقة للأطفال رغم تواجدها في تجمع سكاني كبير. فهذا الحي الذي يعد من أقدم أحياء بوسعدة يطرح قاطنه عدة انشغالات كتهيئة أرصفة الحي وتصليح شبكة الإنارة العمومية، حيث لا يزال المواطنون يقبعون في ليالي مظلمة، وانشغالة أخرى باتت تطرح في كل المناسبات. هذا حي هو القديم بالأحياء أبو سعدة، قبل الثورة كان هنا، كنا ساكنين هنا بالبيوت وكنا نصلح هنا بالقلم، سمعت؟ ولكن قد ما رحنا قد ما جرينا يا ودي ارواحوا شوفونا وقت الانتخابات يجونا، وقت الانتخابات ما نقدمش عليك، وقت الانتخابات يكونوا عندنا هنا، نديروكم ونعملوكم ونديروا ونجيبوكم الضوء ونجيبوكم الماء ونعطيكم حتى فيدات. من الانتخابات اللي نهار اللي يربحوا والله ما نشوفوا واحد. قال الخمس سنين التاليين، ندير هذاك ما عطاكمش، هالخطا انا كونوا متهنيين. كونوا متهنيين. المشاكل تاعنا يطرحون هذاك جهه الواد كان شفته ولا صورها وليدي الحمادي وهزون هذاك الحجر. رانا ندوروا نخدموها لوليداتنا يلعبوا فيها. يديروا يلعبوا فيها البالو ويلعبوا فيها نديروا حطيقه نخسروا حد احنا نعاونوا الدوله نخسروا حدنا سيدي نديروا لها كراسه من عندنا كلش من عندنا احنا المهم يهزوا لنا هذاك الحجر احنا ما نكرهوش بلادنا هذه بلادنا التطوارات هذو خارجين في المشروع تاعو راه عندهم خمس سنين هما خارجين ولكن ما جاوش خدموا حاشاك يزقوا منه يقولوا المدير كبون هذاك جهه الواد النارات عندنا دوك عام والله ما شعلوا عام النارات هذو والله قاعدنا عام لا شعلوا طول عندنا الشوارع كلها ظلمه ارواح في الليل لكن ذبتني أروح صور في الليل ورحنا ليهم ماركينا ماركونا في الزمان وروح تروحونا جو نخدموا هذيك الطريق عندنا أولادنا عندنا 15 ولا 20 جامعي هاي هنايا حتى اللي عنده الموشستير ولكن بصح تروح تحكي تشكي لمن تحكي يجونا في وقت محدد يعني كما نقول مثلا تاع انتخابات والله ومن بعد هذيك الطريق ها كان والو ما كان والو تخرجوش كاين ظلمه طول اروحوا دوك على 8 اروحوا شوفوا بعينك بلادنا احنا ما عندناش حتى شيء الاولاد كان هي مساحه خضراء الاولاد كان هي من مالينا نديروا الملاعب يلعبوا فيها نديروا فيها ترتروا ترى عندنا الملف تاعهم راه عنده 12 سنه اقبل القدر وجاء مع القدر ومعطروا طورات من الفتره الاولى معاناة مستمرة لسكان حي الحمايد فرغم شح الهياكل الترفيهية والملاعب الجوارية حتى في الأحياء المجاورة كحي محمد شعباني وأول نوفمبر واللذان لا يقلان معاناة عن الحي المذكور.